اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، وتباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى ونتوسل بصفاتك العلى فأجب دعاءنا. اللهم بوحدانيتك وأنت الواحد الأحد نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا واجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. يا سبوح يا قدوس نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لا نعلم، وقبل قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأنسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من المحرمات والمشتبهات. يا سيد يا صمد ارزقنا حسن الظن بك وقوة التوكل عليك. يا نور نور قلوبنا بالإيمان وأتم علينا نورنا، واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك أنت الحق المبين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مجيد زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأغلق علينا. ربنا إنك لما أنزلت إلينا من خير فقراء، ولا غنى لنا عن بركتك يا رب العالمين. اللهم يا واسع يا محيط نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك مما سألك منه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا اللهم يا محسن يا منان اغفر لنا ولآبائنا وذرياتنا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، يا عفو اعف عن أموات المسلمين المذنبين، وارفع درجاتهم في علمهم، والحقهم بصالح سلف المؤمنين، ووسع ونور عليهم قبورهم يا ذا الجلال والإكرام. يا قدير لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته يا ذا الجلال والإكرام. يا رزاق يا قوي يا متين اقض الدين عن المدينين، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. يا ربنا يا كبير يا عظيم يا متعال أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهما الإسلام والمسلمين. سبحانك أنت العلي الأعلى نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة.
ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.